يواصل فريق الوداد الرياضي استعداداته لخوض غمار كأس العالم للأندية المغرب 2022 المقرر إجراؤه بين 1 و11 فبراير الجاري. وأخاض فريق الوداد الرياضي حصة تدريبية الأربعاء بمركب محمد السادس بالمعمورة استعدادا لمباراته المنتظرة ضد فريق بطل آسيا. ومن جهته أجرى الهلال السعودي يوم الثلاثاء أولى حصصه التدريبية بالمملكة المغربية مباشرة بعد وصوله، كما خاض حصة تدريبية جديدة، ويستهل الوداد الرياضي مشاركته في المونديالتو بإجراء ربع النهائي يوم السبت القادم أمام الهلال السعودي على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط انطلاقا من الساعة 3:30 عصرا.